اهلا بحضراتكم وحلقه جديده ومصر جميله كل سنه وحضراتكم طيبين. شم النسيم يوم الاثنين النهارده 6/5/2024. الحقيقه ان كلنا بنحتفل النهارده بشم النسيم. انا عارف ان طبعا اخواتنا الاقباط اول امبارح الساعه 12 بالليل بداوا ياكلوا بقى اللحمه والفراخ والنهارده بياكلوا فسيخ ورنجه حاجه كده. ربنا يوفقهم طبعا يعني واحنا معاهم. برحب بحضراتكم وارحب بضيوف الكرام. النهارده عندنا احتفاليه صغيره كده جميله في مصر جميله هنعيش النهارده مع فرقه من اجمل الفرق اللي هنسمعها النهارده, فرقه المزمار والحصان الابيض الجميل من الشرقيه. حبيبي. الحقيقه الاستاذ هاني سعيد الفنان الجميل هاني سعيد هو اللي النهارده هيمتعنا بعزفه الجميل وفرقته الرائعه الحقيقه. حبيبي. النهارده في الموسيقى الجميله اللي هنسمعها. وبرحب طبعا بضيوفي الكرام اللي النهارده نتكلم بقى اللي هي الحته العلميه الجامده او التاريخيه لحد ما. اسمحوا لي ارحب بالدكتوره مروه السعيد الباحث في علم الاثار واللغه المصريه القديمه. اهلا بيكي معنا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. والفنان الدكتور اشرف عزب الاسماعيلاوي الاصيل. الله يخليك. الاسماعيلاوي الاصيل. تحياتنا لكل شعب الاسماعيليه الجميل. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضراتكم طيبين جميعا. انا عاوز اسمعوا لي بعد اذن حضراتكم ونبدا بعزف جميل كده من الحصان الابيض. فرقه جميله للاستاذ هاني سعيد الفنان الجميل وفرقته الرائعه. تعالوا بقى نسمع حاجه حلوه. تسمعونا ايه ان شاء الله؟ نسمع اما براوه. الله. اتفضل. Thank you.
لا تقول لي بقى جينات لا 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 لا, لا نوتة موسيقية ولا غير نوتة موسيقية يا دكتور أشرف. أيوة يعني طبعاً. أنا الحقيقة يعني أنت مدير عام التراث في المجلس الأعلى للثقافة، الروعة دي لا في نوتة ولا في دي جينات جوه المصريين. أيوة طبعاً طبعاً. أنا عاوز أقول لسال المشاهدين إن وجودكم جوه الحفلة نفسها لما يكون بيعزفوا جنبك ولايف غير لما بتسمعوه في التلفزيون، يعني وأنت وسط الحفلة غير لما يكون منقول عبر الشاشات. طبعاً الحضور التلقائي ده أو الحضور الآني ده له سحر تاني مختلف تماماً يعني. ولذلك هو يعني أنا بالنسبة للمسرح أو بالنسبة للفن الشعبي هو أجمل حاجة فيه اللحظة الآنية بتاعته في الحضور، غير لما يبقى مسجل أو عبر الشاشات. يعني موضوع مختلف، بيعتمد على الإحساس، على الموهبة، على الاتجاه. لأن هو أصلاً هو المزمار كمان بيعتمد على إحساس الفنان أو نفسه اللي خارج في المزمار. أيوه. فبالتالي بيوصلك هذا الإحساس. تمام. هاني فنان الجميل هاني، أنا عاوزك تكلمني على الفرقة الجميلة بتاعتك دي، كونتها إزاي؟ أنت طبعاً من الشرقية من القمح. أيوه طبعاً. أحسن ناس. حبيب الله يخليك، حبيب الله يخليك. كلمني على الفرقة الجميلة دي. طبعا الوضع بتاعنا كان الاول بالنسبه للشغل اللي هو المزمار البلدي، التراث اللي هو القديم، الطبلتين اللي هم الطبل الكبار. فانا حبيت ان انا لان ده شغل يعني الحمد لله يعتبر اول واحد في الجمهوريه اللي عملت العمل ده. ماشي يعني الحمد لله، دخلت الاورج، دخلت الدرامز، دخلت عملت يعني طبقه كامله بالنسبه للايه يعني يعتبر بتاعه الغني والفقير. كان يقول لك مثلا انا اطلع اروح اجيب فرقه اورج بكذا بكذا، دلوقتي الحمد لله يعني عملت العمل ده ماشي معايا بالنسبه للايه لشغلي الحمد لله، جاب سكه مع الناس. انا برضو استغربت ان في اورج كيبورد موجود. لا الحمد لله بركشن وفي لا هو الدكتور قال كلمه حلوه القديمه وكده. لا الدكتور قال كلمه حلوه، قال لك احساس مثلا الفنان اللي هو بيعزف على الاله، الاله دي احساس فعلا. الله يرحمه بليغ حمدي كان اول واحد يدخل الالات الغربيه على الالحان الشرقيه. ولما كان في قبل منه طبعا قبل بليغ حمدي بمراحل كان في عبد الوهاب عمل دون. وقبل منه كان سيد درويش عمل ده. يعني السيد درويش كان اول من عمل ده، اول من ادخل الموسيقى الغربيه مع او الالات الغربيه مع الالات الشرقيه. لكن تحويل الكيبورد او الاورج ان هو يقول ثلاث ارباع تون دي كانت جديده. عملها عمار الشريعي في بدايات الثمانينات، عملها عمار الشريعي وعملها حميد الشاعري فيما بعد. يعني حميد عمل برضو التطوير عالي جدا في المزيكا. انا اتصور انك اللي عملها يعني حسب المعلومات ان عملها المهندس بشرى جرجاوي، هو المهندس الصوتيات اللي قدر يعدل البرج. تمام. ويحوله مش مختلف تقنيه تقنيه يعني مختلف كفنانين كفنانين صحيح يعني. دكتوره مروه اهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك. ايه اخبار الفسيخ معانا النهارده؟ الحمد لله. كلميني عن عيد شم النسيم في التاريخ المصري القديم، واسمه الاصلي ايه، وكان ايه المناسبه اللي هم بيحتفلوا بيها في شم النسيم؟ هو شم النسيم عيد مصري قديم جدا، في اراء بتقول ان هو من ما قبل الاسرات كمان، ولكن اول تسجيل لي او بدايه تسجيله كانت في اواخر الاسره الثالثه سنه 2700 قبل الميلاد. والحقيقه المصري القديم كان بيقسم السنه لثلاث فصول، عندنا فصل الاول الاخط اللي هو فصل الفيضان، بياتي بعديه فصل البرد اللي هو بذر البذور، ويجي بعد كده فصل الشمو اللي هو فصل حصاد الزرع. ولفظ شمو بمعنى الحصاد، وده اللفظ ده اتطور بعد كده في اللغه القبطيه لكلمه شم. وفي اراء بتقول ان بعد كده اضاف له كلمه نسم بمعنى حصاد الزرع، فاصبح شم نسم اللي اصبح في تطور فيما بعد الشم النسيم. وده عيد مصري كان بيحتفل بيه جميع المصريين على اختلاف طبقاتهم، وكانوا بيسجلوا احتفالاتهم بالعيد ده على جدران المقابر. وكانوا بيعملوا كل اللي احنا بنعمله دلوقتي، يعني احنا عاداتنا دلوقتي متوارثه من اجدادنا الفراعنه. كانوا بيخرجوا للحدائق كلها، كل جميع طبقات الشعب بتخرج للحدائق العامة، وكانوا بيركبوا القوارب وبيزينوها بالورود والزهور المختلفة ويمشوا بها في النيل. وكان ليهم بعض الأكلات المعينة، في البعض بيطلق عليها الأكلة الخماسية اللي هو احنا عندنا البيض، الفسيخ، الخص، الملانة أو اللي هو الحمص الأخضر. في ناس بتقول عليه حمص وفي ناس بتقول عليه ملانة والبصل. فكل دي والاكلات دي الحقيقه مش مجرد اكلات عاديه، ده كل اكله فيهم لها منطلق ديني من العقيده الدينيه عند المصري القديم. عندنا مثلا الفسيخ، هم كانوا بيملحوا الفسيخ ليه؟ لان هو اولا الفسيخ جاي من النيل، والنيل هو مصدر الحياه او اللي هو ايه الحياه الازليه او الحياه بتخلص بتنتهي بتبتدي من جديد. وكان الفسيخ بيقال ان في ثلاث شهور في السنه ما بيتاكلش فيهم السمك اللي هم يونيو ويوليو واغسطس.
في بعض اجدادنا بيقولوا ان احنا ايه ما ناكلش السمك في الفصول اللي ما فيهاش حرف الراء، اللي هو مايو يونيو اغسطس، دي ما فيهاش حرف الراء. في بعض الابحاث بتقول ان الفتره دي فعلا بتبقى فتره تكاثر الاسماك، فكان المصري القديم بيملح السمك بحيث انه يفضل معاه الشهور الجايه دي كلها، اللي هو انا مش هقدر اكل سمك خارج من النيل فانا اكله مملح، يعني اغيره هيئته. عندنا الخص برضو، الخص من اهم الاغذيه اللي كان بيفضلها المصري القديم، والحقيقه ان الابحاث العلميه اثبتت فوائد الخص. اولا الخص بيحتوي على فيتامينات مفيده جدا، سواء الخص او زيت الخص مفيده للجهاز الهضمي. وذكرت برديت ابرس الطبيه ان الخص كان بيستخدم في 13 في العلاج 13 مرض. ومن اهم كمان الاشياء المرتبطه بالخص ان هو كان مرتبط باله الخصوبه عند المصري القديم، يعني حتى كمان اثبتوا ان هو بيحتوي على فيتامين ه، ان هو ده بيزود الخصوبه. وكان اكتر بلد بتنتج الخص اللي هي قفط واخميم. وقفط اللي هي برضو بلد المعبود مين اله الخصوبه، وكانت زي ما بنقول دلوقتي كده ده بتصدر الخص لجميع الاقطار المصريه. انا متوقع النهارده تجيب لنا معاكي خص وفسيخ ورنجه كنا ناكل مع بعض النهارده. دكتور أشرف حاجة، لا دكتور ما جبتش حاجة. دكتور أشرف دكتور كلمني على إسماعيلية، بلدك الجميلة. هو إسماعيلية أنا مرتبط بيها من الطفولة طبعا، وكان أشهر حاجة بتحصل في إسماعيلية ليلة شم النسيم، إن كان عندنا بيبقى حاجة اسمها الليمبي، زفة الليمبي. الليمبي أو وحريقه، مدن القناة ما معروفة زفة الليمبي دي. كنا بنعمل الليمبي دون، كنا نسخة يعني قبلها بشهر مثلا نبدأ نصنع الليمبي ده، نجيب القش ونعمل نحطه يا إما في جلابية أو في شورت أو في بنطلون، ونخيط الاطراف بتاعته نحشيه ويبقى زي البني ادم كده، عروسه قماش دميه قماش كبيره. ونبدا نكتب عليها الحاجات اللي احنا عايزينها، لو شخص انت كارهه بتكتب عليها اسمه وبتحطه على يعني فوق السطح او في البلكونه قدام الناس يشوفوا في الرايحه والجايه. وليله شم النسيم بيحصل الزفه، تلاقي اسماعيليه كلها بتتجمع في الشوارع، كل واحد شايل الليمبي اللي هو عامله ويزفوه بقى مع اغاني وهزيج شعبيه بيقولوها، ويزفوا الليمبي ده وفي النهايه خالص يجمعوهم في حته واحده ويحرقوهم. اسمه حريق الليمبي، وده كان طبعا عشان كان في شخصيه تاريخيه اسمها اللورد الليمبي اللي كان حاكم عسكري لمصر معتمد في مصر. فكان ده في لحظه خروجه كانت الناس بتفرح ان هو خرج وبيحرق العروسه دي نكايه فيه، يعني نكايه فيه كرمز بقى للانتقام من الاحتلال يعني. تمام. فده كان ليله شم النسيم. اما يوم شم النسيم نفسه، او كان بيحصل عندنا في اسماعيليه احتفال جميل، معرفش بقى حاليا دلوقتي ما عادش بيحصل ليه، لكن كان بيحصل بعربيات بتتجمع من كل شركه او كل مؤسسه بتعمل عربيه ورد كبيره وتحط عليها عرايس، تحط عليها زفه، وبتعمل ديفيليه محترم جدا بيلف اسماعيليه كلها في الشوارع. والناس كلها تبقى مبدوره في الشوارع بتتفرج عليه، وينتهي الزفه دي في عند المسرح في جنان الملاحه، بحيث ان بيتم اختيار امير الفراوله واميره الفراوله في اسماعيليه من الاطفال الصغيرين، واحسن عربيه او احسن حد عمل احتفال بالورد بياخد جايزه المحافظه يعني. الله. كانت حاجه جميله بتحصل. لكن مفيش عروسه المانجا، مفيش مانجا عندك؟ لا لا ما عندناش مانجا. لا لا هي كانت فراوله، كان امير الفراوله واميره الفراوله، كان ده بيتم انتخابهم كل سنه. هتسمعونا حاجه عن الفراوله؟ عادي. طب مش عاوزين نطول قوي عشان عندنا اذان كمان دقايق، فعاوزين ما نطولش قوي، وبعدين نطلع الاذان وبعدين نكمل. هتسمعونا ايه؟
الله الله الله. احنا عندنا بنات الجناح الشرقيه وجناح اسماعيليه، احنا في شرق مصر. أيوة كده شرقين على شرق مصر. أيوة طبعا احتفاليه في الدلتا كلها، في الدلتا كلها طبعا، وهي الاليه واحده. كان دكتوره كان كلهم واحد، طريقه مصر كلها بتحتفل بنفس الاسلوب. مصر كلها كانت بتخرج تحتفل بشم النسيم، كانت الطقوس كلها واحده، الاكلات واحده. وحتى المصريين كمان لما بيخرجوش في اماكن عامه تلاقيه قاعد قدام بيته بياكلوا انواع مختلفه من السمك. الاطفال كانت بتحتفل، كانوا بياخدوا الياسمين. احنا زمان كانوا بيبيعوا عود الياسمين في الاشارات. الفراعنه فعلا كانوا بياخدوا بدايه تفتح الياسمين، كانوا بياخدوه بيعملوه عقود ويلبسوه للاطفال الصغيرين. ده شغل جديد يعني، ده من زمان قوي. لا لا لا، احنا فعلا. كل احنا تطور بس عن الفراعنه مش اكتر. طب احنا ما اخترعناش حاجه جديده. كانوا بيتجوزوا في شم النسيم، بياخدوا موعد الاحتفاليات للزواج لعقد القرار. كانت بيبقى احتفالات من جميع الانواع، اللي عايز بيتجوز، اللي عايز بيخرج بيحتفل، اللي بياكل كان يعني نوع من الاحتفال. وكانوا بيشربوا الجعه ساعتها مع او اللي هي البيره، كانوا بيخمروها ويشربوها مع الفسيخ او يعني ما. وكمان كان عندنا الوز، ما هو الشعير والجعه والبيره، وكمان كانوا بيحبوا ياكلوا الوز ساعتها. والملانه كمان يعني، حتى هم اشمعنى الوز ما كانش عندهم بط وقتها؟ لا بس هما الوز مصور اكتر على مقابر ال ده فعلا. دي غريبه فعلا، معظم الطيور الموجوده المرسومه هي الوزه. الوزه دي كانوا هما بيفضلوا الوز عن البط. حتى الحمص كمان كانوا بيشبهوا، عشان الحمص عشان ليه الحته الصغيره دي زي بوزه كده قدام، كانوا بيصوروه ان هو براس المعبود حورس. وكان الملانه دي لما الثمره بتاعتها بتتملي، صوت الهواء وهو بيحرك ثمره الملانه كانت بتعمل زي صوت خشخشه كده زي طبول، فكانوا بيحتفلوا بالايام دي. الله الله. امال ايه موضوع تلوين البيض؟ بيلونوه ازاي؟ ليه مين بيلون البيض ومين اللي اخترع الموضوع ده؟ قدماء المصريين ولا هو الموضوع حديثة؟ تطور الحقيقة. أولا هي مصر نقلت احتفالات شم النسيم دي لجميع الدول اللي حواليها. ففي رأي بيقول إن رمسيس الثاني لما كان بيحتفل وخرج بإحدى حملاته وجي وقت شم النسيم فاحتفل ناحية الشام وفلسطين وكده، وجي بعد كده فهم في فلسطين، جي بعد ظهور المسيحية هم أول من لونوا البيض باللون الأحمر كدليل اللي هو على استشهاد المسيح او سيدنا عيسى. ومن هنا اتنقل تاني تلوين البيض لمصر، فكانوا بيلونوه بالوان مختلفه. وكمان هنا في مصر كانوا عندنا هم الفراعنه كانوا بيكتبوا امانيهم على البيض ويعلقوه في سلال على الشجر عشان الشمس تشرق على البيض من تاني يوم. وفي اللي بيرمي البيضه بتاعته، يا بخت اللي بيضته ما تتكسرش، ده معنى امنيته هتتحقق. وكمان بيرموها على ايه؟ بيرموها فين؟ لا بيرموها كده في الارض بقى تتدحرج. ممكن بقى واحد يرمي بيضته بالراحه فما تتكسرش ولا خلاص. طيب هي بتكون مسلوقه ولا بتكون نيه؟ وهي نيه غالبا يعني، وهي نيه بقى ما اعرفش. اصل لو مسلوقه مش هتتكسر كده كده صح كده؟ لا وهي كمان البيضه كان اسمها سحت باللفظ. سحت بالت، حرف التاء. فكان ده رمز برضو للحياة الأبدية أو الأزلية، لأنه يقال إن الكون في الأول كان على شكل بيضة، فدي رمز للأزلية أو الأبدية. دكتور أشرف كلمني عن دور التراث في المجلس الأعلى للثقافة، الحفظ على مثل هذه النوعية من الثقافة المصرية الفرعونية القديمة والدمج منها أو الوصل منها ما بين القديم وبين الحديث زي ده في موسيقيا. هو دايما احنا في كذا نظرة للتراث، يعني بنبص للتراث كذا نظرة. في نظرة بنقول عليها نظرة تقديسية للتراث، بمعنى ان احنا بنبص على كل ما هو قديم فهو مقدس، فالناس تبص له وتخاف تقرب منه او تخاف تدخل فيه. وفي نظرة اسمها نظرة لايبرية للتراث، اللي هي النفعية منه، كيف ان تنتفع منه، من التراث دون في الحاضر بتاعي. ازاي اعمل منه تواصل للاجيال، الاستفاده بالظبط. الجسر اللي يعبر بيا من القديم للجديد. ازاي احوله من مجرد تراث الى موروث، الى معنى، ويجد يتوارث الشارع، بيتوارث بيتواصل مع الناس. فمعظم التراث القديم ده كان تراث شفهي، كان تراث منقول بالشفاهة بالكلام. زي الأغاني الشعبية وزي الألعاب الشعبية وزي الرقصات الشعبية، كل ده كان منقول شفاهة. ما كانش كان غير مدون. لكن بعد كده حصلت مرحلة تدوين هذا التراث. زي مثلا بنقول مثلا حصل تدوين للسيرة الهلالية مثلا، ما كانش مدونة لكن حصل لها تدوين. مثلا حصل تدوين للأغاني الشعبية، حصل تدوين للحكايات الشعبية والحواديت القديمة
القديمة اللي كنا بنسمعها كانت منقولة شفاهة برضو حصل ليها تدوين. التدوين ده كان التوثيق ده كان ورقي ولا ديجيتال؟ التدوين ولا ده كان ورقي. احنا كان ورقي في الأول. دلوقتي في مرحلة الوزارة بقى لها 4 سنين شغالين في مرحلة ازاي نحوله إلى ديجيتال. ازاي نحول كل هذا التراث إلى ديجيتال؟ ازاي نقدر نصونه، نعمل عملية ما يسمى بحفظ وصون التراث، مش مجرد بس ان احنا نسجله ونوثقه. طيب الحاجة المهمة جدا ان مثلا عندك الرئيس هاني سعيد بيعزف مزمار مثلا، ودي حاجة شعبية وجميلة جدا جدا وموجودة عبر التاريخ عندنا، لكن دخلت عليه كيبورد تمام، ودخل عليه الآلات الحديثة تمام، ده بيؤثر على هوية المعزوف أو الموروث نفسه؟ ما يعني هقول لحضرتك على حاجة صغيرة. يعني احنا مثلا لما اجي اقول مثلا في أغنية مثلا يا نخلتين في العلالي مثلا يا بلحهم دواء، الأغنية دي مثلا أغنية تراثية، لما جه مثلا تم اتاخد منها جزء وبدأ يتبني عليه، فبدأ يبني من الحديث عليه، يعني بدأ يطوعها للعصر اللي احنا فيه. هي نفس التيمة القديمة، هي نفس التيمة بتاعت اللي خدها الأبنودي مثلا مع عبد الحليم حافظ وبليغ حمدي مثلا، وهم بيعملوا القلب الأخضراني مثلا، خدوا ده عملها، يعني بيطور فيها، هي نفس اللفظة القديمة. العمل ده متقال شوية بالنسبة للموسيقى الشعبية شوية، وأنا كنت بعمل نوع من التحقيق التراثي لأغاني متقال فترة من الفترات في قطاع الفنون الشعبية، على أساس إثباتت الأغاني فولكلورية ولا هي بتاعت متقال، فاتضح أن أغاني فولكلورية الله أصلا، وبعدين متقال بيزود عليها من عندي. تفتكر ده سر نجاح ألحان زي بليغ حمدي ولا محمد عبد الوهاب، أنه الاستعان بالمحلية بعمق المحلية طبعا في أنه ينقلها ويجمعها ويوزعها توزيع جديد؟ الإغراق في المحلية ممكن يوصلك للعالمية يعني ممكن تصل للعالمية من إغراقك في المحلية. طيب اسمح لي رجعنا لكم مرة تانية، مصر جميلة، شم النسيم الجميل، مصر جميلة جدا زي ما حضرتكم عارفين، ومن أروع أيامها أعياد الربيع، شم النسيم النهاردة. وبرضو بتشرف الحقيقة بنفس الضيوف الموجودين معايا، يعني الحقيقة اسمحوا لي أرحب بيهم مرة تانية عشان أفكركم بيهم، الدكتور الفنان أشرف عزب مدير عام التراث بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة مروة السعيد الباحث المجلس الأعلى للثقافة، ودكتورة مروة السعيد الباحثة في علم الآثار واللغة المصرية القديمة، والفرقة الجميلة فرقة الأستاذ الرئيس هاني سعيد، والحقيقة فرقة قناص مصر حبيبي، انت الحصان الأبيض، انت ده اسم الشرف بتاعك الحصان الأبيض في الشرقية طبعا الجميلة وفرقته العظيمة طبعا، يعني منور يا عم سمير. منور يا عم سمير، يعني انت عامل شغل جامد قوي على الطبلة بصراحة، يعني احنا عايشين معاك بصراحة. طيب دكتورة مروة، انا عاوز اتكلم على النصوص القديمة وعاوز اتكلم على الآلات الموسيقية القديمة، كلميني على الدمج بين ده والنصوص تحديدا الفرعونية أو المصرية القديمة. الحقيقة المصري القديم كان بيهتم بعيد شم النسيم، لدرجة أن حتى احتفالاته دونها في نصوص. يعني عندنا نص مثلا بيقول إيه، ضع البخور والزيت العطر على أنفك، وضع أكاليل اللوتس والزهور على صدرك، وزوجتك تجلس بجانبك، واطرح الهموم خلفك، وانظر إلى الرقص والغناء. فكانوا بيهتموا بالحاجات دي، وكان عندهم آلات موسيقية خاصة. يعني عندنا مثلا معبودة حتحور، وهي معبودة الأمومة والحب والجمال عند المصري القديم، كان لها أداة لها السيسترم، حاجة كده زي ما بنقول عليها دلوقتي الشخشيخة مثلا، كان دي رمز للمعبودة حتحور. فكانوا بيهتموا بالغناء وتسجيل الحاجات دي، وكانوا بيصوروا الأدوات الموسيقية بتاعتهم على جدران المقابر، وحتى كانوا بيصوروا الراقصين والراقصات، وكان لهم بيرتدوا زي مخصوص عشان سهولة الحركة مثلا وهي بترقص. وكان عندنا مسجل بعض اللقطات للراقصات زي الجمباز دلوقتي، وتلاقيها واقفة بحركات معينة دائرية وهي لفة جسمها. فكان المصري القديم بيسجل الحاجات دي كلها حتى في احتفالاته بشم النسيم. كمان من العادات المصرية القديمة في شم النسيم ان هم كانوا بيكتحلوا ايام شم النسيم، لان الكحل كان ان هو بيداوي امراض الرمض والعين، لان احنا عارفين الفترة دي بتبقى فترة الرياح بقى وتغيير الجو كده، فكانوا بيكتحلوا لان الكحل يعني بيشفي العين من مضاد الرمض، مضاد الالتهاب، بيعمل نوع من حماية للعين. واصبح بعد هي مادة الكحل كانت ايه؟ كان الفحم كانوا كان اولا الكحل كان في عند المصري القديم الوان، في كحل اسود وكحل أخضر، كانوا بيطحنوا حجارة معينة ويأخدوها يكحتوها بعد كده ويحطوها في مكاحل خاصة.
وفي بعض المكاحل الزينة محفوظة في بعض المتاحف في العالم، وفي أيضا أدوات للزينة محفوظة هنا في المتحف المصري. محفوظة احنا بنشوف المرود بتاع المكحل أو مرود المكحل. مرود المكحل بوثقها الكلام ده كله يا دكتور أشرف؟ المراود طبعا متوثقة طبعا موجودة، ويمكن هي الدكتورة أشارت لبعض هذه الأثار موجودة مثلا في بني حسن على الجدران في معابد بني حسن. دي كانت موجودة الرقصات القديمة دي كلها والأشكال القديمة دي، وحتى الآلات الأدوات البسيطة اللي هي الأدوات المتوارثة دي زي المرود دون لغاية النهاردة بيتصنع بنفس الطريقة القديمة، ويجيبوا الحجر الحجر الأسود الصغير ده يطحنوه، اللي هو بيقولوا عليه دلوقتي ليه اسم كده دلوقتي بيتباع بيه، يعني انا مش عايز اقوله عشان ميبقاش تجاري يعني. فبقى يتعمل يتصحن ويتباع دلوقتي. دي نوعية معينة من الحاجات دي موجودة. كمان الآلات الشعبية القديمة أو الآلات الموسيقية في تطور ليها، مثلا زي ما تشوفوا السمسمية عندنا في إسماعيلية. السمسمية دي أصلا كانت عبارة عن آلة فرعونية من أيام الفراعنة كانت موجودة، كان بيقول عليها زمان الكنار أو الكنارة. الكنار هي صورة مصغرة من الهرم. بالضبط كده. بالضبط كده. وتعمل بالسلك والحاجات دي وبالشعر وشعر الخيل. فدي كانت قديمة وليها تطوير موجود. أول واحد وثقها عالم ألماني باحث من المستشرقين الألمان. واول ما طلع الهرب، مش الهرب، القيثارة اسمها اللي هي السمسميه، او السمسميه دي اكتشفوها في القصير في 1870. في كتاب مهم اول من استخدمها وظهرت في القصير في البحر الاحمر. في كتاب مهم جدا كان استاذ فؤاد طلبه كان عامل فنون السمسميه او فنون الضمه، كتاب اسمه فنون الضمه. ده كان بيتكلم على التاريخ بتاعها بتاع السمسميه وجت منين وكده، وخاصه انها اشتهرت عندنا في في في, في, في ايام حفر قناه السويس مع القبائل اللي جت من مصر كلها، والجماعه اللي جم من مصر كلها من جنوب مصر جم بيها في على قناه كانوا بيعزفوا بيها، فاتعرفت في المنطقه دي كلها، منطقه القناه كلها السمسميه، آلة السمسميه. فدي من الالات القديمه المتوارثه او اللي انتقلت لينا دلوقتي. موجود الربابه، موجوده موجوده من زمان على الجدران، موجوده لغايه الربابه دي الاختراع غريب، هي وتريات طبعا ومحدش عارف لها سلم، لان الحاجه دي موجوده في سلم العازف، يعني في مخيله العازف واحساسه بالسلم الموسيقي مثلا الربابه دي في حد ذاتها لما تيجي تبص لها هتلاقيها متقسمه الاجزاء، كل جزء فيها مهم جدا. يعني لدرجه ان الخشبه الصغيره اللي بتتحط دي علشان ترفع الوتر، دي اسمها القامه، دي الحته الصغيره دي اللي بترفع الوتر دي، سم لو مش موجوده الربابه ما تطلعش مزيكا، ما تطلعش صوت. فمجرد حته الخشبه الصغيره المربعه الصغيره دي ليها اهميه ازاي في الحكايه. سبحان الله. نفس المفتاح اللي بيربط اللي بيشد الوتر، بيشد الوتر ده لو مرخي شويه ما انت نفس الحكايه زي النغمه، ولا هيديك حاجه تانية مختلفه. سبحان الله. فدي الات متوارثه وقديما وحديثا بتتطور، يعني حصل فيها تطويرات كتير. تمام. رئيس هاني ما عندكش ربابة ليه في فرقتك؟ موجوده. ما بجيبهاش موجوده بس عشان انا بجيب يعني الفرقه اكبر بتجيب على قد عشان بس الاستوديو بس. معايا ربابه ومعايا كمان معايا موجود معايا ناي الفرقه كامله معايا بس عشان العدد. حرس الدبركي، حرس طبعا من اجمل العازفين الاورج الموجودين معايا. حرس انت فكرت طبعا مش عارف تتكلم عشان يعني انت فكرت ان انت تعمل صوت المزمار على وبتقدر موجود بس طبعا مش بالاحساس بتاع المزمار الطبيعي بس للنفس ده بيبقى احساس. تمام. هو الاحساس هو بيبقى المؤثر. هتسمعنا ايه؟ اسمع بقى جانا الهوى. جانا الهوى وفشام من نسيم جانا الهوى ان شاء الله. اكيد طبعا طبعا. We'll be right back.
الله 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 ما شاء الله ما شاء الله. لا انت لازم تقول لي انت اتعلمتوا مزمار في ايه من عندكم انتوا خمس سنه؟ لا يعتبر بالنسبه لحضرتك بالنسبه لي وراس ابا جدا. يعني باسم اخوك برضو؟ باسم اخويا. ما شاء الله وبيعزف ما شاء الله. عندي راس رامي وعندي راس شحته برضو والعالم ايديا برضو ان شاء الله. والله اخوات. انتوا اخوات كلكم اخوات وفي نفس الفرقه؟ يعني بتطلعوا مثلا فرقه مع بعض كلكم بتغنوا ممكن تعزفوا سوا مع بعض انتوا الاربعه؟ ايوه لما بكون مثلا انا مثلا بشيل فرح اثنين ثلاثه ممكن اقسم مثلا راس رامي بيروح يطلع بالفرقه راس باسم يطلع بالفرقه. طب فرح كبير ومهم ويعني كده بقى لازم محتاج حجم ضخم وعاوزين فرقه كبيره يعني. ما شاء الله. طب كلمني عن فرقتك الحلوه، كلمني عن العازف الجميل سمير جوده مثلا. طبعا ده يعتبر زي ما انت شايفه كده بوديجارد بتاعي. ماشي. ويعتبر درع اليمين ده ما شاء الله. انا سمعت في اول دخله وانت بتقول جامد قوي، هو عمل دخله كده تجويد وهو داخل قبل سمير شاطر يعني وتعزفه انت شاطر شاطر يعني سمير شاطر يعني من ما شاء الله من عمر يعني وما بيكبرش عن كده يعني. ومحمد عبد العزيز ابو جميله. ابو جميله عازف دف. عازف دف. برضو علام ايديا برضو علام راسي والله. ما شاء الله ما شاء الله. وسامي سميح. سامي عدهولة مش كده؟ سامي عدهولة. الدهولة دي هو انتوا مختارين الدهولة ليه؟ انت اخترت دهولة في الفرقة ليه؟ ما قلت لان هي عصب الفرقة. عصب الفرقة. بتدي باور للفرقة يعني معلش انت الحجم بتاعها انت فاهمني يعني بيدي الباور بيدي باور لنا صوتها قوي جدا. انت تلاحظ برضو ان سمير برضو بص يعني قد ايه ودول قد ايه بس فنانين جمال بصراحه فنانين جمال يعني حبيبي. والبركاشن بقى طبعا الدرامز. الدرامز يعني له دور كبير يعني الدرامز. متولي صلاح ابو نغم. ابو نغم ابو نغم ده اسم شهره بتاعه معروف بيه ولا هو لا نغم لا هو عنده نغم هو اسمه نغم ابو نغم صاحب النغم بنته تمام يعني. واخوك طبعا باسم. ابو حمزه الرئيس باسم سعيد اخويا باسم سعيد ابو حمزه ابو فارس وابو محمد وابو كرمه وحرس الدبركي. حرس الدبركي منور الدنيا ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك فرقه جميله محترمه حبيبي ما تهنش منك. بيوثق يا فندم يا دكتور اشرف اسامي الفرق يعني التوثيق فقط في الالات الموسيقيه والالات ولا ممكن العازفين كمان يتكلموا مثلا ان سمير جوده كان عازف ايقاع الهاني هو احنا عندنا مشكله بس صغيره بالنسبه للفن الشعبي بشكل عام يعني والاداء والالات الشعبيه لان الالات الشعبيه والفن الشعبي لا يدرس في معاهد الاكاديميه الفنون مثلا عندنا وده غريبه صح الحاجات دي ما بتدرسش الحاجات دي بتعتمد على ما يسمى المجتمع الندره اللي هي بالوراثه يعني بيبقى الجد مثلا بيعزف فبيعلم ابنائه فالابناء بيعلموا الاحفاد وهكذا ما بيبقاش بيتعلم في مدارس او معاهد خاصه زي مثلا الاورج ممكن تتعلمه في معهد خاص البيانو ممكن القواعد معروفه تمام الالات الغربيه كلها ممكن لكن الالات الشرقيه صعبه جدا انك انت تتعلمها في المعاهد دي فبتعتمد على الوراثه على العوامل الوراثيه اكتر عندنا مثلا مثال عندنا في الفنون الشعبيه كان مثلا فرقه الفنانه جمالات شيحه جمالات شيحه مثلا اولادها كلهم هي اللي معلماهم وكانت بتطلع على المسرح هي وكل اللي معاها كل المجموعه دي كان المرحوم زكريا الحجاوي كان جمع الفنانين الشعبيين دول من مصر وبدا يعمل لهم تسجيلات ويمكن تلاقي معظم هذه التسجيلات موجوده في التلفزيون المصري الحاجات دي كانت موجوده وكانت متوثقه وكان الفنان عبد الرحمن الشافعي ايضا له تجربه جميله طبعا الله يرحمه عبد الرحمن الشعبي اللي عمل فرقه النيل للالات الشعبيه مخرج المسرحي العظيم تابعه للثقافه الجماهيريه كان جمع فيها برضو بعض الفنانين الشعبيين ابنه موجود بتاعي عبد الرحمن الشافعي احمد عبد الرحمن الشافعي حاليا ماسك رئيس الاداره الفني رئيس البيت الفني للفنون الشعبيه والاستعراضيه
تمام. يعني هو دلوقتي اللي ماسك دلوقتي منصب وكيل وزارة هناك فبالتالي عنده اهتمامات في التراث. يعني برضو عندنا الفن ممكن يورث عبد الرحمن الشافعي لابنه أحمد عبد الرحمن الشافعي، لأن برضو حتى محمد الفن حتى في الإدارة وابنه الفنية محمد ماسك محمد المعهد في أكاديمية الفنون حاليا عميد معهد حاليا دلوقتي محمد عبد الرحمن الشافعي. أي نعم يعني هم يعني بقى دكتور والتاني بقى رئيب وكيل وزارة واخد بالك. أنت عارف القدرة على الإدارة الفنية، الفن حاجة والإدارة الفنية حاجة، تمام. هل لازم المدير الفني يكون فنان في المقام الأول ولا دارس علوم إدارة ويقدر يدير على هو ممكن الفنان يبقى مدير لكن العكس ما ينفعش. المدير يعني ينفعش المدير يبقى فنان صعب جدا انك انت تجيب واحد اداري طول حياته عايش في الترتيب وفي التنظيم وفجاه تطلب منه يعمل عمل ابداعي ده صعب. لكن المبدع ممكن تحوله انه يدير العمليه الفنيه يعني لانه بيبقى عارف ابجديتها وعارف اولوياتها ايه. يعني انا ممكن امسك فرقه فنيه ابقى مدير فرقه فنيه ليه هبقى عارف الانتاج ايه وعامل ايه وهجيب ده منين وهوفر ده ازاي وهعمل ده ازاي اقدر اطلع المنتج شكله ايه. لكن صعب انك تجيب مدير وتقول له ايه فيلم دي بقى هتبقى مساله صعبه شويه. تمام. أنا سعدت جدا بلقائك الحقيقة ويا دكتورة ألف ألف شكر على المعلومات الجميلة، بس أنا زعلان عشان ما جبتيش معاكي فسيخ وأنت جاية. كان المفروض نعمل عينة ونورد السادة المشاهدين الفسيخ بيتاكل إزاي. أيوة. ولا المرة الجاية؟ إن شاء الله والحلقة الجاية. المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله وحضرتك طيبين. ألف ألف شكر الدكتورة مروة السعيد الباحثة في علم الآثار واللغة المصرية القديمة، ألف شكر الفنان والدكتور. شايف في تعريفك الفنان قبل الدكتور. طبعاً. الفنان حاجة الفن. والدكتور أشرف عزب مدير عام التراث بالمجلس الأعلى للثقافة، وطبعاً فرقة المزمار يعني الحصان الابيض وقناص مصر الحقيقه حبيبي. هاني سعيد انا عاوز اسمع منكم حاجه، اسمع منكم حاجه هنختم بيها والتتر هيطلع على عزفكم. خلاص اسمحوا لي اشكر مشاهدينا على حسن المتابعه، بشكركم على حسن المتابعه. مصر جميله كل سنه وحضراتكم طيبين، ومصر سعيده دايما وجميله جدا الحقيقه النهارده بشم النسيم الجميل واعيادنا الحقيقه القديمه اللي بنحتفل بيها منذ قديم الازل وحتى وقتنا هذا. خالص التهنئه لكل الشعب المصري الحقيقه بمناسبه عيد شم النسيم. بشكركم على حسن المتابعه لمصر جميله، شكرا لكم. كان معكم احمد عبد العظيم ونسمع الفرقه الجميله. اتفضلوا.